بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. يقول السائل: أنا والدي أعرف أنه يريد أن أجلس عنده دائما، وأنا أذهب لصحبتي وللدروس أحيانا، فهل هذا عقوق مع أني أخدمه في غالب الأمور؟ وما هو المعين على بر الوالدين؟ أنت حاول أن تبره ما استطعت إلى ذلك سبيلا. بر الوالدين لا يعدله شيء. من أعظم ما يتقرب به إلى الله من خارج العبادات المحضة، ولو أضعت شيئا من دروسك، إذا جلست عنده لأن الله أمرك بأن تجلس عنده وتطيعه لن يضيع الدرس أبدا.